نأتي لفن آخر من فنون السعادة الزوجية، اللي هو الاتكاء في حجر الزوجة. ده أيضا من باب المداعبة وحسن المعاشرة، وأن يشرب الزوج من نفس الموضع الذي شربت منه زوجته، وأن يأكل من نفس الموضع اللي هي تأكل منه. والإمام البخاري بيروي في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتقول يعني، كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن. ده الكلام ده وهي حائض، فما بالك في الأيام الأخرى في غير حيضتها. إن أحيانا بعض الأزواج ربما ينفر من زوجته في فترة الحيض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيفية التقرب إلى الزوجة، لا سيما في أيام الحيض. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها بتقول: كنت أشرب وأنا حائض، يعني برضو حتى في أيام الحيض، فما بالك بالأيام الأخرى. تقول: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله، أي أناول النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في فيشرب، يعني يشرب بنفس الموضع اللي تشرب منه السيدة عائشة رضي الله عنها. وأتعرق العرق وأنا حائض، يعني اللي هو العظم الذي عليه اللحم تأكل من موضع، وتقول: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. يعني تخيل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بأمثال هذه الأمور في حياته الزوجية، ولو طبق كل واحد فينا هذه الأمور النبوية، ما سمعنا عن كثير من حالات الطلاق في زمننا.